حيوانات هربت من حديقة الحيوانات. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناة عالم المعرفة. الحرية شيء جميل، ولا أحد منا يتحمل العيش في السجن، لهذا هناك عدة حالات هروب من السجن، والأمر لا يقتصر على البشر فحسب، بل حتى الحيوانات لا يمكنها تحمل العيش وراء القضبان. والتاريخ مليء بعدة حيوانات هربت من الحدائق، واليوم سنتكلم عنهم. لا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديدنا. أورانغتون كين ألان. عاش كين ألان في حديقة حيوانات سان دييغو، وبالرغم من أنه مات منذ 20 سنة، إلا أنه يظل واحدا من أهم حيوانات تلك الحديقة، ذلك لأنه مشهور بكونه فنانا في الهروب، حتى أنه لقب بهاري هوديني. ولد كين في الحديقة ولم يعرف معنى الحرية، لكن هذا لم يمنعه من محاولة الهرب. والغريب أن عمال الحديقة لطالما حاولوا معرفة الطريقة التي يهرب بها، لكنهم لم يستطيعوا ذلك، لأنه كان يجد التمويه كما لو كان يعرف أنه مراقب. هرب لأول مرة في 13 من جوان سنة 1985، ثم هرب مرة أخرى في 29 من جويلية من نفس السنة، وهرب مرة ثالثة في 13 من أوت وأيضا من نفس السنة. والغريب أن أورانغتون يتجول فحسب في الحديقة بعدما يهرب من حظيرته، وهو مسالم ولا يهاجم الناس أو الحيوانات الأخرى، ويملك كذلك نادي معجبين به، حيث هناك قمصان عنه وحتى أغاني تتحدث عنه. الذئبة فيرجينيا. نحن بالطبع لسنا علماء حيوانات، لكننا نعرف أن الذئاب غير قادرين على تسلق الأشجار أو السياج، ذلك أنهم مصممون للصيد على الأرض. لكن ذئبة تسمى فيرجينيا قررت عدم الالتزام بقوانين الطبيعة، فقد هربت عدة مرات من حديقة لوس أنجلوس للحيوانات، حيث تتسلق الأسيج والأشجار والفروع، وقد هربت مرة لمدة تفوق الشهر، وبقيت طليقة لم يعثر عليها عمال الحديقة من يومها، لذا يرجح أنها تتجول أو تتسلق أحد الأشجار في الغابات المجاورة. النسر جولدي. مشاهدة الطيور ليست هواية مشهورة، لكن في سنة 1965 تجمع حوالي 1000 شخص في حديقة ريجنيت في لندن لمشاهدة النسر جولدي الذي هرب من حديقة لندن للحيوانات، وتم رصده في حديقة ريجنيت، وثم تم رصده في طريق هوستن وحتى في مدينة كامدن. عاش جولدي في الحديقة 5 سنوات، وبينما كان يتم تنظيف قفصه اقتنص النسر الفرصة وهرب، وظن الخبراء أنه سيتم الإمساك به حين يجوع ويحاول اصطياد فريسة، إلا أن جولدي كان أذكى من هذا، بالرغم من أنه كاد أن يقع في الفخ عندما حاول صيد بطة في زيارة السفير الأمريكي، إلا أنه تراجع في آخر لحظة. للأسف تم الإمساك به بعد 12 يوما من الهرب، وتم إعادته للقفص حيث أصدقاؤه، وقد ضاعف وجوده في الحديقة عدد الزيارات، حيث تدفق الناس لرؤيته. بالمناسبة لم تكن هذه المرة الأولى التي يهرب فيها، فقد هرب سابقا وتم إمساكه في غضون 4 أيام. البطريق رقم 337. حتى البطريق يمكنها أن تكون فنانة في الهرب، بالرغم من كونها طيورا هادئة ومسالمة، إلا أن حب الحرية لا يقتصر على النسور فحسب. فإذا تذكرنا بطريق مدغشقر من الفيلم الكرتوني، فإننا سنعلم أن هذه الطيور يمكنها الهرب من أي حديقة. هرب بطريق كبير بعمر سنة يسمى رقم 337 من حديقة الحياة المائية في طوكيو، وذلك سنة 2012. فقد تسلق هذا البطريق الجدار والسياج وهرب قبل أن يراه العمال، وبعد أن تم اكتشاف هربه أرسلت الحديقة فرق البحث لاسترجاعه، لكن البطريق استطاع البقاء طريقا لحوالي 2 شهر، وقد تم رصده في عدة أنهار قرب طوكيو قبل أن يتم الإمساك به وإعادته للحديقة، حيث تأكد المختصون أنه في حالة جيدة. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، ونتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديدنا. نراكم بالفيديو المقبل.